الوقت يمضي بسرعة مع الأطفال، نكون بحاجة إلى سرير أطفال، وفي لحظة نحتاج عربة أطفال. لماذا تشتري عربتين طالما أن فيو كافية لفترة طويلة وهي متوفرة بمقعد السيارة؟ إنها مناسبة للأطفال الصغار، وهي تشبه السرير بفضل المرتبة الناعمة، فهي مريحة جداً حتى الأطفال حديثي الولادة. الكابينة عميقة للغاية، وهي توفر حماية ممتازة ضد الظروف الجوية. في عربة فيو يشعر الطفل بالراحة في جميع الظروف. توجد وسادة ناعمة تحمي القدمين من البرد وغطاء يقي من المطر. بالطبع راحة الوالدين مهمة بنفس القدر، لذلك المقبض مغطى بجلد صديق للبيئة. يمكن تعديل المقبض بسهولة حسب طولك لقيادة مريحة. تشتمل المجموعة على حقيبة واسعة ومريحة، كما تتسع السلة الكبيرة الموجودة أسفل عربة الأطفال للإحتياجات الأساسية. إطار الألمنيوم خفيف جداً تماماً مثل سرير الأطفال، وستشعرون بذلك عند المشي في طريق غير ممهد. ستشعرون بخفة وزن فيو أيضاً عند حملها. يمكن ضبط عربة الأطفال للأمام أو للخلف. العجلات الأمامية مصنوعة من مادة UVA الرغوية ولا تحتاج إلى نفخ. من ناحية أخرى، فإن العجلات الخلفية المطاطية كبيرة وستكون مثالية حتى على الأسطح غير المستوية. تحتوي العربة فيو أيضاً على نظام ممتاز لامتصاص الصدمات، يحمي العمود الفقري للطفل من الإجهاد. هناك تضاريس صعبة للغاية أمامنا. بحركة واحدة أقوم بزيادة مستوى التحمل. تم تجهيز العجلات الأمامية بإقفال، وبفضلها تتحرك العربة بشكل مستقيم فقط. يا للهول، هل توجد العقبات؟ مع عربة الأطفال هذه التي يمكن المناورة بها، ويمكن تجنب أي عقبة في لمح البصر، أو تعمل على المكابح بسهولة بفضل نظام الفرامل المركزية. اضغط من الأعلى وسيصبح جاهزاً. بالطبع الطفل آمن أثناء جميع المناورات بفضل أحزمة الأمان ذات الخمس نقاط. يوجد بها درب زين ناعم مغطى بجلد صديق للبيئة لطيف الملمس. يمكن تعديل مسند الظهر في ثلاثة أوضاع: الجلوس والاستلقاء والاتكاء. عندما يتم فتح مسند القدمين أيضاً، يتم ضمان أن ينام الطفل في غفوة في وضع مريح. الطفل الصغير نائم، لكني ما زلت أعرف كيف حاله. نافذة المغنيسيوم المغلقة تعمل بلا ضوضاء، لذا يمكنني فتحها دون إيقاظ الطفل. يمكن إزالة غطاء السلة وغسله بسهولة. تشتمل المجموعة على محولين لتركيب مقاعد السيارة على الرف. وهناك شيء آخر، تم تجهيز عربة الأطفال بحماية مزدوجة ضد الطي، وهو أمر مهم لسلامة الطفل الصغير. وإذا كنت بحاجة إلى نقلها في مكان ما، فإنها تطوى بسهولة إلى حجم صغير. نضع فيو في صندوق السيارة ويمكننا الخروج إلى العالم. إصدار 2-في-1. مقعد السيارة منك المتضمن في المجموعة لا غنى عنه أيضاً عند السفر. بفضل الإطار المخصص يمكن اصطحاب الطفل بسهولة في نزهة على الأقدام أو التسوق فيه. يمكننا الذهاب لنهاية العالم. وماذا بذلك؟ هل نخرج إلى العالم؟